ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير؟ انا محمد شرف. في فيديو جديد، فيديو النهارده هنتكلم عن احسن فيزا تعملها على حسب استخدامك. طبعا هنلموا جميع الفيزا اللي موجوده ان شاء الله. بس كده، يلا بنخش في الفيديو. قبل ما نخش في الفيديو، شير لايك وشير وسبسكرايب، تكتب كومنت وقول لي رايك في الفيديو. اول فيزا هنستخدمها النهارده، هنتكلم عنها النهارده، الفيزا اللي انت عايز تبقى تحط فيها فلوسك وتنساها، اللي هي تحط فيها الفلوس والفلوس تفضل تزيد مع نفسها، بس مش هتزيد بكم كبير، يعني اللي هو اللي في دماغك، الا لو المبلغ اللي انت حاطه كبير. تمام. اول حاجه ايه؟ هتروح هتاخد معاك 120 جنيه والبطاقه الشخصيه، وتروح على اي بنك تاخد رقم، تستنى دورك وتخش في الشباك اللي انت عليك الدور فيه. تمام. هتقول له انا عايز اعمل حساب. اول ما هتخش وهتقول له انا عايز اعمل حساب، هيقول لك هات بطاقتك وهيديك ورق تملى البيانات وتوقع وايه، وهياخد منك ال 120 جنيه، ال 20 جنيه حق الكارد الفيزا كارد، وال 100 جنيه هيبقوا في الحساب عشان الحساب ما يقفش. اقل مبلغ لازم يبقى في الحساب 100 جنيه، مش هيقل عن 100 جنيه. تمام. وبعد كده هيبقى معاك الفيزا، في اي وقت تروح مجهز فلوسك وتروح رايح تقول له الفلوس اهي انا عايز اعمل اداء، وتروح عطيله بطاقتك ويروح يقول لك امضي هنا، وتروح ماضي بس كده بكل سهوله، والفلوس هتبقى معاك في الفيزا. وايه وعايز تسحب بقى من اي مكنه ATM. بس عايز اقول لكم معلومه، ما تقبلوش باي بنك ارباحه تقل عن 10% عن 10% في الشهر. يعني لو 1000 جنيه ارباحه ما تقلش عن 100 جنيه. وصلت؟ تمام. تاني بقى ايه؟ فيزا، الفيزا الاونلاين، اللي اي شخص لازم تبقى معاه الفيزا دي، عشان دلوقتي زمن الكورونا المحلات بتقفل، فكل الحاجات اللي بنشتريها اونلاين، مثلا سوق، جوميا، الحاجات اللي احنا بنستخدم اللي احنا بنشتري من عليها دي. تمام. الفيزا دي، في فيزا حلوه قوي لسه طالعه بتاعت اونلاين برضو، اسمها ميزه. الميزه دي انا مش عارف هل هي متوفره في كل البنوك ولا لا، غالبا في البنك الاهلي بس. المهم هتروح اخد برضو، بس في دي هتاخد 100 جنيه بس. ليه بقى؟ لان البنك الاهلي، او هتروح تعملها في البنك الاهلي وهتاخد 100 جنيه بس. ليه؟ لان الكارت ده الفيزا كارد ببلاش. انا لما رحت عملت واحده كانت ببلاش، ها ما عملتهاش باسم طبعا عشان انا معيش بطاقه لسه 15 سنه، عشان ان شاء الله هتاخد بطاقه، معلومه يعني. المهم ايه؟ هتاخد 100 جنيه لان الفيزا كارد ببلاش. هتروح اخد ال 100 جنيه وتاخد بطاقتك الشخصيه، وكذلك على البنك الاهلي، وتروح رايح ايه تقول له انا عايز اعمل حساب فيزا بتاعت ميزه، هيروح قايل لك هات ال 100 جنيه وهياخد البطاقه الشخصيه وهيملى بياناتك تمام، وهيديك الكارت في ساعتها، هيديك الفيزا كارت في ساعتها. بس كده، دي كده ايه الفيزا المشتركه الاونلاين. تالت فيزا بقى، واكتر فيزا الناس بتدور ازاي تعملها، لان الفيزا دي فيزا بقت مهمه جدا لكل الناس اللي ايه اللي الانفلونسر ايه رب ما كنش كل الناس اللي بتشتغل اونلاين. تمام. فيزا باي بال دي الناس هتتجنن وتعرف لها بتتعمل ازاي، بس سهله، مع انها سهله جدا. اول حاجه لازم ميكس تاخد 120 جنيه، وتروح نازل على فرع بريد مصري في المنطقه اللي انت عايش فيها. انت طبعا عارفين البريد المصري اللي بعتلكوا عليه الجوابات، واللي معروف باسم البوسطه، اللي الناس بتروح تطلب منه المعاشات وكده. تمام. يا رب تكون واصل. تاخد 120 جنيه وبطاقتك، وكذلك هتروح رايح، هتروح قاعد، اخد رقم، تلبس كمامتك، اهم حاجه عشان الكورونا، عشان الكوكو، ها تلبس كمامه وتروح اخد بعضك ونازل، تنزل تاخد دور، تقعد رايق كحولك، اهم حاجه عشان ايه في كورونا. المهم هتروح اخد دورك وقاعد، وفي جيبك ال 120 جنيه وبطاقتك. اول ما يجي عليك الدور تروح داخل تقول له، هيقول لك انا عايز اعمل فيزا باي بال. الباي بال دي هيروح يقول لك ايه، هات بطاقتك وهات 120 جنيه، 20 جنيه حق الكارت او الفيزا كارد، وال 100 جنيه هيبقوا في الحساب، عشان ايه تبقوا فاهمين، تبقوا واصله لكم، 100 جنيه دي بتبقى في الحساب. تمام. هيروح اخدها، هيروح تبع لك السريع على الفيزا كارد،
وهيروح قايل لك اختار رقم سري، وهيروح معين لك رقم سري، كله تمام. دلوقتي الزتونة، الناس اللي عايزة تفعلها اول ما تروح، طبعا كلنا معانا النت معروفة، لازم يبقى معاك نت. اما تتفرج عليها ازاي؟ صح، وش اللايك او شو سبسكرايب، ماشي. هتروح منزل برنامج باي باي، تطبيق باي باي على التليفونات. المهم هتروح منزله، هتروح كاتب السيريال بتاع الفيزا، وتروح كاتب كلمة السر، وتروح كاتب رقم تليفونك، وغالبا اسمك وعنوانك على ما اظن. المهم هتروح عامل تسجيل دخول في الموقع وكله تمام. اول ما انت تسجل دخول في الموقع ده، هيروح شركة باي بال، هتروح شركة باي بال خصمة منك 20 جنيه من 100 جنيه اللي انت كنت ايه حاططها على الفيزا، كده يبقوا 80 جنيه. العشرين جنيه دول هتتفعل بيهم الفيزا، واول ما تتفعل بيهم الفيزا انت ممكن تسجل بقى على اي موقع بتاع الشغل اونلاين، وهيبقى كله تمام، وهكله الفيزا هتبقى شغال معاك عادي. بس كده، دي كانت شوية معلومات، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. بس وفي حاجة، لو عايزين اقول لكم على طريقة ربح من على الانترنت، انا بحضر الفيديو ده، ولو لقيت الفيديو ده جاب عدد لايكات حلو في عدد ساعات قليلة، ممكن بعديها بيوم او يومين يكون الفيديو ايه نازل. بس كده، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شو لايك وشير سبسكرايب، تكتب كومنت تقول لي رايك في الفيديو. بس سلام.